نبتدي باول كام نقطه ذكرتهم مريم، نتكلم فعلا معاكم عن فريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي وانطلاق معسكر الفريق في النمسا استعدادا طبعا لبدايه الموسم. المعسكر زي ما كلنا عارفين اكيد هيستمر ان شاء الله لغايه يوم 6 سبتمبر اللي جاي باذن الله. طبعا مش محتاجين نقول لكم ان الاستعدادات بتتم على قدم وساق لبدايه الموسم اللي هيكون زي ما برضو كلنا عارفين، يعني هتكون البدايه الفعليه لينا فيه يعني ان شاء الله بمباراه اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي، ثم مواجهه سان جورج الاثيوبي في افتتاح مباريات الفريق طبعا في دوري ابطال افريقيا دور ال 32، بعدها في اكتوبر دوري السوبر الافريقي، مع طبعا بالاضافه لان نهايه الشهر هيكون طبعا انطلاق مسابقه الدوري العام. يعني باختصار شديد عندنا مجموعه من التحديات الكبيره اللي ان شاء الله هتبتدي، يعني هتبتدي معانا الموسم القادم باذن الله. عندنا اكثر من ست او قولوا سبع بطولات ان شاء الله داخلين عليها، داخل عليها النادي الاهلي ان شاء الله، منها طبعا نهائيات كاس العالم للانديه. طبعا احنا بنتابع مع حضراتكم باستمرار ولحظه بلحظه وبنغطي لكم كل فعاليات يعني معسكر الفريق في النمسا، واللي هيكون فيه اكتر من مباراه وديه ان شاء الله للدخول بشكل مبكر في الاجواء. وكمان واضح جدا للكل الحقيقه ان في انسجام سريع حصل بين العناصر الجديده اللي دخلت على الفريق، سواء عوده اللاعبين المعارين او الصفقات الجديده، واكيد ان شاء الله هيكون لهذا الامر رد فعل ايجابي في المرحله اللي جايه ان شاء الله.